كابتن جيلبرتو هيسأل حضرتك برضو، اتفضل. كابتن محمد فاروق، يعني بعيدا عن الفنيات، هل ممكن نشوف او ليه ما بيتعملش مثلا للحكام زي دورات تثقيفيه تخص مثلا اللغه، تخص التعامل ازاي التعامل مع المباريات، حاجات برضو نفسيه مع الحكم، ان انت مثلا لو مباراه فيها ضغط ازاي انت ممكن تتعامل معاها، ازاي اسلوبك في الملعب، طب ازاي تحتوي غضب لاعب، طب ازاي لو اجواء مباراه معينه انت ازاي تسيطر عليها. هل الحكام في مصر مش محتاجين فكره ان هم يبقى عندهم ثقافه معينه ان هي تخليهم ان احنا بدل ما احنا كل مره بنتكلم في ان الحكام محتاجين مستحقات او الحكام محتاجين تدريب فني، لا، هل هم كمان محتاجين تدريب في ان هم ازاي يتعاملوا مع بعض الاجواء؟ يعني بنشوف مثلا بعض الحكام ممكن انفعالاته ممكن تبقى زياده قوي في الماتش، حكام تانية بتلجا ان هو ممكن اداؤه تحسه فيه نوع من التمثيل شويه، ان هو فيه شو شويه في الاداء. هل ما فيش ان زي ما بنتكلم على الفنيات لا نتكلم على الامور دي؟ حاجه تانية واخيره، فكره الفار في مصر بنسمع كتير عن ان تاجير العربيه بتاعت الفار او مثلا المباراه الواحده بتكلف الاف الدولارات. طب مع احترامي، لما الفار نفسه بيكلف 3 او 4000 دولار واحنا مش قادرين نستفيد منه بالجوده الكويسه، والحكام نفسها مش قادره تتعلم منه. بنشوف كابتن عادل قال حاجه مهمه، بنشوف نفس الزاويه، يعني احنا النهارده في الملعب ازاي انا في التلفزيون اشوف نفس زاويه الحكم؟ طب هو منين النهارده هياخد القرار؟ وحاجه اخيره، اللغه اللي بين الحكام والفار، هل يعني بنشوف برضه في ماتشات كتير نحس ان كانهم مش مع بعض، مش بالبلدي كده مش ملنكين مع بعض، ما كل واحد في دنيا، يستدعوه لحالات معينه وحالات تانية تلاقي ان هي المفروض الحكم يتم استدعائه فيها ما بيستدعوش. هل كل الحاجات دي ممكن نشوف؟ يعني ازاي لجنه الحكام تقدر توفرها عشان خاطر نشوف، مش هنشوف عداله كامله بنسبه 100%، ولكن على الاقل نسبه الاخطاء والاخطاء اللي هي كريتيكال، الاخطاء الكبيره تقل. والله يا كابتن ايمن، لو قلت لك بمنتهى الامانه احنا شغالين على الكلام اللي انت بتقوله ده بالظبط في المعسكرات، وده هيبقى موجود طول الموسم، مش هيبقى بقى زي ما كان مثلا بيحصل على فترات بعيده جدا، لا، محتاجين ان احنا ان شاء الله طول الموسم اللي جاي ده بنشتغل على الجزء اللي انت قلته ده بالظبط عشان يبقى في توحيد للقرارات. وخليني اقول لك ان رغم كل ده الفار يعني وصل للعداله في كثير كثير جدا من القرارات اللي كانت موجوده السنه دي. وبرضه الفار ما دوش يعني احنا ما عندنا الفار مش من فتره كبيره جدا، لكن مع الوقت ومع التدريبات اللي هنشتغل فيها الموسم ده ان شاء الله هتحس ان في تغيير الموسم ان شاء الله. اخيرا الاستاذ عصام شلتوت برضه عايز يسال حضرتك كابتن محمد، فرصه ان حضرتك معانا يعني. يا كابتن، ازيك كابتن فاروق؟ موفقين ان شاء الله. يعني اللي انت بتقوله طبعا وانت شخصيه بنحترمها، يعني جعلنا ننتظر يعني. لكن امتى يا كابتن نشوف الحكام رايحين في عربيه فان كده وحد معاهم من العلاقات العامه؟ وهذا حق اصيل اعتقد لحكام الدوري الممتاز. حضرتك بتتكلم وعشان الكابتن عادل اتكلم عن الاحتراف والفلوس، زي ما اللعيبه بتروح بباص ومعاهم المدير الاداري يقوم قايل للناس الامن، امتى ده يطبق وده ما هواش تكلفه ولا فلوس؟ امتى كمان يبقى الحكم في الدوري المصري؟ عشان ما حدش يقول لنا دورينا والكلاسيكو المصري والكلام ده، ها؟ يبقى في الحكم معاه المعدات بتاعته، يبقى الحكم معاه بتاع الرذاذ المتناثر ده. وعيب قوي لما حد يقول اصله غالي واصل الحكام، يعني اي بديل حتى لو ميه ونشا، بس المهم يبقى عندنا معدات زي كل الناس. امتى نشوف ده يا كابتن؟ بدله شيك وهو رايح علاقات عامة، حد بيقول يا جماعة حكام المباراة وصلوا. هل ده صعب يا كابتن؟ بأمانة شديدة، بأمانة يا كابتن، أولا هو مش صعب ولا حاجة، بس هو ده بيطبق في الماتشات اللي مثلا كان أسوان الجونة، ده بتبقى فيه أصلا طبعا تذاكر طيران، بيروحوا له عربية الثانية يوم بتوصلوا من الفندق، بتاخدهم من الفندق للملعب وبعدين بترجعهم من المطار تاني. ده موجود في الماتشات البعيده زي يعني هو باعتبارهم هناك بيبقى حكام اجانب يعني في الجونه واسوان؟ لا، حكام اجانب لا، يعني نظرا للمسافه وظروف السفر. يا كابتن، كابتن، حكام الدوري المصري المسابقه الاكثر عمق، رايح استاد القاهره، رايح اي ملعب، ايه المشكله؟ ها؟ ما فيهاش مشكله يا عصام، ما فيهاش مشكله، انا معاك ان ده طبعا اسلوب وطريقه محترمه، لكن دايما بتلاقي في القاهره اغلب الماتشات ممكن تلاقي مثلا حكم جاي مثلا من اسكندريه واثنين من القاهره،
بس انا جايب عربيته يا فندم. ما يجي يبات لو جاي من اسكندريه يجي يبات في مصر كده في القاهره يعني بكينونه كده جميله ويتجمعوا في يطلعوا من مكان واحد يعني من الاتحاد مثلا حتى أي لا من حاجة. الاتحاد مثلا يعني اقول لك ايه بس يا كابتن فاروق اتفق معاك يا كابتن وده يعني ممكن نعرضه برضو على مصدر الاتحاد بحيث تبقى صوره كويسه لكن اللبس لا بيروحوا بزي واحد يا كابتن سواء مثلا بالبدل او بترنجات الاتحاد ده موجود على قطاع ده موجود شط الطقم بالكامل ترنجات وحاجه كمان بس اخيره امنيه يعني حضرتك ولا حد مالوش ذنب فيها امتى يبقى عندنا حد في لجنة الحكام الأفريقية يعني زي الأعضاء اللي بنسمعهم كوالي كاتا ومحمد مش عارف مين احنا كابتن يعني عندنا كابتن عصام موجود لمدة يعني طلع السنة اللي فاتت وكان قبله كابتن عصام يعني هو طلع معاش ما يا كابتن ما يعني امتى بقى عندنا علاقة مستمرة احنا الناس اللي أنشأنا الكاف واحنا كنا بنسيب لأهالينا في القارة وده كان قرار مصري لأهالينا في الغرب والجنوب كنا بنسيب لهم الرئاسة لكن بيبقى عندنا السكرتير العام والأمين العام والنائب الأول امتى المناصب دي ترجع ان شاء الله عشان يعني متهيألي في صعوبة رسام لكل المناصب لأن انت عندك أفريقيا لازم تبقى ممثلة برضو في يعني مش هينفع لمصر تاخد أربع خمس مناصب وبقية الدول الأفريقية طفين لكن لما كان كابتن عصام موجود كان موجود بقوة كان قبله كابتن عصام صيام ونعمل ان شاء الله الفتره اللي جايه ان شاء الله ان شاء الله كابتن فاروق اخر سؤال معلش تشكيل لجنه الحكام وفيتور بيريرا وهل هو ليه راي معين في الاعضاء اللي موجوده معاه او هو رافض بعض الاعضاء يهمنا جدا ان الراجل يبقى معاه فريق عمل هو اللي بيختاره عشان نقدر نحاسبه ونقول له شغلك ماشي ازاي لا هو صاحب الاختيار الاول يا كابتن وهو اللي هيختار الناس اللي تشتغل معاه هو مصمم على كده وده الواقع انا شايفه قدام عينيا متى يا كابتن فاروق يتم تشكيل لجنه الاعلان عن تشكيل لجنه الحكام امتى يا كابتن فاروق؟ والله يا كابتن هو المفروض النهارده كابتن مستر بريرا كان رايح اسكندريه عشان هو ضمان اداره الاتحاد اتوقع ان ممكن يتم الاعلان يوم الخميس في اجتماع مجلس اداره الاتحاد هو اللي هيختار هو طبعا هو ده يعني ده خبر رائع برنامج حضرتك يعني هو اللي هيختار الكابتن فاروق والقناة الاهلي هو اللي هيختار جمال علام مش معايا في الاختيار ده هو اللي هيختار جمال علام كابتن فاروق وقال لي انه الرجل سيختار كل فريق عمل اللجنة اللي معاه وهذا اصرار منه وموافقة جماله السيد جمال علام وعلى اساس انه كان عايش في مصر هو قال لك عايش معاهم قال لك 16 كابتن هو متابع هنتكلم في هذا الامر ولكن كابتن فاروق انا بشكرك جدا 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 على هذه المداخله ويعني ان شاء الله نشوف موسم رائع للتحكيم المصري مع بدايه الموسم وبعد الحقيقه عدد كبير